بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، قام عمال وزارة الشباب والرياضة والترفيه تتقدمهم الوزيرة حبيبة ساولبة، قاموا بزيارة للمركز الوطني لنقل الدم بهدف التبرع بالدم لصالح المرضى. عرجون محمد. إن التبرع بالدم يعني إنقاذ حياة شخص لا تعرفه باعتباره عمل إنساني وواجب وطني يؤدي إلى حماية صحة المواطنين. وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، فقد قام عمال وزارة الشباب والرياضة والترفيه في مقدمتهم الوزيرة حبيبة ساولبة بالتوجه نحو المركز الوطني لنقل الدم بمدينة جمينة، حيث تبرعت الوزيرة والوفد المرافق لها وبعض عمال الوزارة بهدف إحياء اليوم العالمي للتطوع. اليوم ده يوم 5 ده كان نكونوا نسوي شغل الينفة فيها وبنفة كل التشاهدين. عصر في بنك تسان ما فينا ما يكون، وانت تدور بسولك انت وما تدور تسيلي نازا ما يكون، تهب لنفسك يبقى لك أخو شان ده بس أنا جينا حاسة في المينيسير نسوي وندور عن باكرة شبابنا كلك نحجمهم ونسألهم خلي فوق كل 3 أو 4 شهر ولا مرتين في سنة نأورغانيزي ليش يجي أنتو دمو لأحلهم وشغل ده عنده خير كتير. إذن فإن العمل التطوعي يؤدي ظاهرة إيجابية ونشاطا إنسانيا مهما للغاية، لأنه يسهم في عكس الصورة الإيجابية للإنسانية. جرت اليوم بمباني السفارة الفرنسية مناسبة التوقيع على اتفاقيتين بين السفارة ومنظمة العمل ضد المجاعة ومنظمة الإعاقة الدولية، وتشمل الاتفاقيتين دعم وتدريب اللاجئين والنازحين بإقليم البحيرة. حسن جدا. تسببت الصراعات والمشاكل التي شهدتها بعض الدول الجوار إلى نزوح المئات من الأسر من بلدانهم، وعليه فقد استقبل إقليم البحيرة أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين. وجراء هذه الحالة فقد قامت بعض من المنظمات غير الحكومية المختصة بإعالة اللاجئين والنازحين بتقديم الاحتياجات اللازمة لهم، وأن هذه الاتفاقية الموقعة بين السفارة الفرنسية عبر السفير فيليب لاكوست وكل من منظمة الإعاقة الدولية ومنظمة العمل ضد المجاعة تدخل في ذات الإطار، حيث تقوم المنظمتين كل على حدة بتقديم دعم لهؤلاء النازحين. ونصت الاتفاقية الأولى على تعزيز قدرات اللاجئين والنازحين على الصمود في مواجهة التحديات، كما تتكفل المنظمة بالاهتمام باللاجئين في المجالات المتعلقة بالتعليم والتدريب وبقيمة مالية وصلت إلى 200 مليون يورو، فيما وصلت القيمة المالية للاتفاقية الثانية على حسب ما جاء في خطاب السفير الفرنسي فيليب لاكوست إلى 300 مليون يورو. وبما أن مهمة منظمة العمل ضد المجاعة تكمن في إعالة المحتاجين وتقديم المساعدات للفئات التي تعاني من سوء التغذية، فإن هذه الاتفاقية إن دلت فإنما تدل على السعي الحثيث لهذه المنظمة في دمج اللاجئين والنازحين إلى العيش بكرامة.